مساء الخير أعزائي مشاهدي الرياضة المصرية، كل بيت في كل مكان. مساء الخير على الأهلوية، على نادي القرن، على كل حاجة حلوة قدمها النادي الأهلي لجماهيره. النهاردة صدقوني وأنا واقف الوقفة ديت فيها رهبة. أنا كنت بحلم وفضلت أحلم أحلم، ربنا حقق أمنيتي الأولى والتانية. الأولى إن أنا كنت أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أكون ضمن نجوم النادي الأهلي. الحمد لله فضل من ربنا على قد ما قدرت، ونسعد جماهير النادي الأهلي، ربنا وفقني وبقيت لعيب في النادي الأهلي ومنتخب مصر. الحاجة التانية، الأمنية التانية اللي أنا بشكر ربنا عليها، الحمد لله رب العالمين ربنا يديم علينا، إن أنا موجود أمام حضراتكم دلوقتي على شاشة النادي الأهلي. رهبة، عارفين يعني رهبة؟ الرهبة الأولانية زي ما لبست التيشيرت بتاعت النادي الأهلي ليها رهبة، ورهبة كبيرة جدا. دلوقتي وأنا واقف قدام حضراتكم بالميكروفون وعلى الشاشة ليها رهبة. دي معناها إيه؟ إن فانيلة النادي الأهلي أو تيشيرت النادي الأهلي تقيل قوي، وشاشة النادي الأهلي شديدة قوي. فربنا يوفقنا إن شاء الرحمن ونقدر نسعدكم ونكون على قد المسؤولية، إن إحنا إن شاء الرحمن نقدم لكم كل شيء يسعدكم زي ما أنتم أسعدتونا. أنا بطلب طالب من جماهير النادي الأهلي، جماهير العظيمة، القلعة الحمراء، نادي القرن الجميل اللي يعني من أحسن الأندية على مستوى العالم، بطلب منهم دلوقتي معلش إحنا بنستأذنكم إنكم تساعدونا في الفترة الأولانية، لأن الفترة الأولانية تبقى صعبة. أنا زي ما قلت لكم والله العظيم ثلاثة، أنا اشتغلت في الميديا بقالي 33 سنة، الوقفة اللي أنا واقفها ديت ليها رهبة كبيرة قوي. وفين؟ في بيتي. عشان كده بتمنى من الله سبحانه وتعالى ومنكم انك تساندونا وتساندوا كل البرامج اللي موجوده في النادي الاهلي، لان اللي انا شفته هنا في النادي الاهلي حقيقه ما بجاملش او بطبل لحد، الكلام ده كله ما عنديش. اللي انا شفته وشفت التطوير الكبير في قناه النادي الاهلي، لا يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. انا رحت قنوات كتير واستضافوني في قنوات كتيره، بالتكنولوجي وباللي انا شفته في قناه النادي الاهلي ده انا ما شفتوش في قنوات تانيه. فربنا يوفقنا ان شاء الرحمن ونقدم لكم الشيء اللي يسعدكم زي ما انتم ساندتونا وكنتم بتسعدونا، احنا جه دورنا ان احنا لازم نسعدكم. انا طبعا عندي ثلاث رسائل، والثلاث رسائل دول بقولهم والله العظيم ثلاثه بقولهم من جوه قلبي. انا طبعا كنت بعيد الاول عن قناه النادي الاهلي. بعض الناس تقول انت كنت بعيد ليه؟ انا ما كنتش بعيد، انا كنت موجود وبساند النادي الاهلي، وكل ما النادي الاهلي بيطلب مننا اي حاجه احنا طبعا ما نتاخرش على النادي الاهلي. النادي الاهلي لما طلب مني المره دي انا طبعا انا تمنيت وقلت لهم اللي انتوا عاوزينه انا تحت امركم، لان انا في بيتي. عارفين يعني ايه في بيتي؟ ان انا في بيتي بقول اللي انا عايزه، بلبس اللي انا عايزه، بس في الحدود. لذلك انا عندي ثلاث رسائل عاوز اوجههم، وانا مش عاوز حاجه من حد، انا بقولها لله ولبلدنا اللي احنا فيها. الرساله الاولى لسيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، احنا كل مصر كلها وراك. اللي عاوز بقى يقول لي انا بطبل ولا بطبلش، انا مش عاوز حاجة، انا الحمد لله فضل من ربنا، ربنا مديني كل حاجة فضل من عنده. يا سيادة الرئيس، احنا الشعب المصري كله وراك، احنا بنثق فيك ثقة عمياء. انت عملت اللي عملته في الفترات اللي فاتت ديت حاجة فوق الوصف، واللي ما بيشوفش يبقى يشوف مكان تاني يقعد فيه، ودي حقيقة. وربنا يوفقك ويكفيك شر العين ويخليك لمصر، ودي حقيقة. إنما الحاجة التانية اللي أنا عاوز أوجلها الشكر فعلا جيشنا العظيم، جيشنا العظيم اللي بيحمينا وبيبني البلد وكلهم ولادنا. ربنا يحميكم وتفضلوا تحموا في مصر اللي احنا الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، فده فضل من ربنا وفضل قواتنا المسلحة والريسنا. أما الرسالة الثالثة فهي لشرطتنا، انتوا اخواتنا وحبايبنا وسهرانين على راحتنا، فاتمنى لكم يا رب كل التوفيق ونشوفكم في احسن حال واحسن صحه، وربنا يديم على بلدنا الامن والامان. انا طبعا هبقى موجود معاكم ان شاء الله الرحمن كل يوم جمعه، قريبا كل يوم جمعه في سهره مع المجري، هتشوفوا فيها نجوم ما شفتوهاش قبل كده، مش في النادي الاهلي بس، لا ده كل النجوم اللي خدمت الرياضه المصريه، أهلي، زمالك، إسماعيلي، ترسانة، اتحاد، كل أندية مقاولين العرب عشان ما انساش نادي، كل الأندية اللي انتوا بتحبوها هتشوفوا نجومها موجودين على شاشة قناة النادي الأهلي.
هتشوفوا اسلوب جديد، طريقه جديده. احنا هنا في قناه النادي الاهلي احنا لا مع حد ولا ضد حد، احنا عايزين نبعد عن التعصب. هي في النهايه رياضه، الرياضه جميله وسمه جميله، وبنشوف الرياضه في العالم كله. في النهارده واحد كسبان بكره يبقى خسران والتاني هيكسب وهكذا. فعاوزين نشجع الرياضه للرياضه، نبعد عن التعصب. بلدنا جايه والله العظيم، بلدنا جايه. انا بقول لكم متفائل كل التفاؤل ان مصر الجديده زي ما قال سياده الرئيس من 6 سنين، انا بقول لكم مصر الجديده بدات. واتفرجوا الفتره اللي جايه، ربنا يديكم العمر ويدينا، واقول لكم شاهد على العصر ان مصر رجعت، ورجعت بكل قوه، وهي راجعه ان شاء الرحمن. عشان كده بقول للشعوب المصريه، للشعب المصري كله، خاصه جماهير النادي الاهلي القلعه الحمراء، لازم نغير من اسلوبنا شويه، لازم نغير من جوانا احنا كمصريين. مصر جايه، مصر عظيمه، مصر احنا عايشين دلوقتي والله العظيم ثلاثه، اللي ما مسافرش بره مصر مش هيحس بالامان اللي احنا فيه هنا. فعشان كده لازم نغير من طريقتنا، من كلامنا، من معاملتنا، لازم نعيش حياه جميله الفتره اللي جايه. على كل حال انا طولت شويه معاكم، معلش. انا بقول لكم انا في رهبه ان انا واقف على شاشه قناه النادي الاهلي، وقدام مين؟ قدام جماهيري وفي بيتي. فربنا يديم علينا نعمه يا رب. عاوز اقول لكم يمكن انا اول مره هقدم برنامج هيظهر على قناه الاهلي السادسه. برنامج هيقدمه احمد سمير وهيقدمه ساره. هتشوفوا فيه حاجات كتيره قوي، ده من ضمن البرامج. وهتشوفوا النهارده البرامج كلها على مستوى اليوم الكامل احنا موجودين معاكم. انا هعمل مقدمه وهنتفرج على البرنامج وقاعد معاكم، لان عندنا مفاجات عظيمه في اليوم الجميل ده. فطبعا احمد سمير، اتفضل يا احمد، اتفضل يا ساره.